رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في هذه الرحلة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء سنته الشريفة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نتوسل إليك كما أكرمتنا في الدنيا بصحبة أنفاسه وسنته، أن تكرمنا في الآخرة بصحبة نفسه الشريفة في الفردوس الأعلى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. طيب، وكنا الحقيقة وقفنا في الحلقة الماضية مع أصل مهم جدا جدا وحاجة ضرورية جدا تخص الأطفال، وهي مسألة الملاعبة والممازحة والمضاحكة والمداعبة، ودي حاجة في منتهى الأهمية بالنسبة للطفل، لأن اللعب ده حاجة لا تقل عن كل الحاجات المادية إن لم تكن تزيد عليها فيما يخص الطفل. يعني أنا مثلا ممكن أقول أنا مش محتاج ألعب، ممكن مثلا يكون الواحد فينا مثلا كبير في السن، ربما يكون لي مثلا 10 سنوات لم يمارس رياضة، ما لعبش كورة، ما لعبش بينج بونج، ما جريش، ما مثلا حتى لو كان بيلعب فيديو جيمز او غيره، ما يعني ممكن واحد فينا يقعد مثلا 10 سنوات كبير ما بيعملش كده. لكن الاطفال مش ممكن، يعني ده جزء من يومه، ده جزء من تكوينه، ده نشاط من انشطته. لازم نفهم المساله دي بشكل واضح، يعني مش عايزينها ايه ان احنا ننظر لها بمنظورنا احنا، لا، ده جزء من تكوينهم المهم جدا بالنسبه لهم، جزء من انشطتهم اليوميه. زي ما قلنا اصلا ان حتى كتير من المناهج، بل يعني واحدة من معايير تقييم المناهج في الزمن المعاصر أو المناهج الحديثة كمان، هي مسألة إن ارتكازها على اللعب ومساحة اللعب اللي في المناهج دي أصلا. بل بيقولوا يعني إن من أيسر وأسرع وأفضل وأكمل طرق تعليم الأطفال هي الطرق المعتمدة على اللعب، تمام؟ يعني زي ما بقول لاعب الهادف، يعني في لاعب مش هادف في لاعب هادف يعني، بس اللي اقصده في النهايه برضه هو يعني دي حاجه ضروريه جدا بالنسبه للطفل. فالملاعبه والمضاحكه والممازحه والحاجات دي ليها دور كبير جدا جدا جدا، وزي ما قلنا انها ضروريه بالنسبه للطفل في نظرته للي حواليه وفي تصوره عن الشخص اللي بيتعامل معاه. يعني دايما يا جماعه بنقول الاطفال ممكن يكون عندهم لون من ايه؟ من السذاجة في التفسير. يعني احنا ممكن نفسر الامور بشكل عميق او بشكل موضوعي ككبار. فمثلا زي ما قلت قبل كده، لو لقينا ان حد مثلا هو يعني مش بيهش بالشكل المعتاد او يبش بالشكل المعتاد يعني في استقبالنا او لما شفناه، ممكن نقول لعل بس في حاجة مضايقاه، مش عارف ايه، يعني ممكن نفكر بعمق شوية. لكن الاطفال عندهم تفسيرات ساذجة كتير، يقول لك هو مش بيحبني، هو متضايق مني، هو زعلان مني، رغم ان هو مش كده. فلازم نراعي المساله دي، ان هم عندهم تفسيرات ساذجه، فدي مساله لابد انها تراعى. هو بينتظر حاجه معينه وبناء عليها هو هيفسر امور وهيبني حاجات في الجزء اللي جاي. برضو لازم ناخد في بالنا ان الاطفال هم بطبيعه الحال عندهم فراغ اجتماعي. يعني ايه عندهم فراغ اجتماعي؟ يعني مثلا انت النهاردة لو ليك واحد قريبك او صديقك
ومنشغل جدا جدا ومش عارف ايه وكلام ده. فمثلا لو في امر ما انت المفروض تكون مثلا تجامله فيه اجتماعيا او تزوره او توده او تقف معاه، فهو بما انه مشغول فيبقى لا كمان عندك كتر خيرك، او لو وقفت معاه ربع ساعة لو نص ساعة مش عارف عملت ايه. انما لو هو ممكن اصلا كمان ما يشغلش باله انت جيت ولا ما جيتش، وقفت ولا ما وقفتش، عملت ولا ما عملتش، مش فاضي يعني، مش فاضي فعلا، مشغول جدا. لكن لما الشخص يكون عنده فراغ وقاعد فاضي ما عندوش حاجة، فبعد بقى يفكر طب فلان ده ما جاليش وفلان جاله، ممكن يعد اللي جاله ويعد اللي ما جالوش ويقول لا ده جالي بس قعد نص ساعة وجالي كده وكان مستعجل كده متلهو كده كان ما جاش احسن، يعني عنده فراغ فقعد فاضي يعني. فهذا اللون من الفراغ بيخلي الانسان سقف التوقعات للامور الاجتماعية عالي خالص، عالي جدا. انما لما يكون انسان منشغل ومش فاضي ومش عارف وعنده مهام تانية قد يضج بهذه الامور الاجتماعية اللي قد تكون زائدة عن الحد، وقد لا يبالي بها، ما بيقفش عندها كتير. تمام. الاطفال بقى لما نيجي احنا نبص لهم، لا احنا امام حد ايه، هو بطبيعة الحال عنده فراغ، فلذلك هو هيقابلك عمال يفكر انت هتقول ايه وهتعمل ايه وايه اللي هيحصل، طب ما عملتش كذا، طب هو لا ما اتكلمش النهاردة، طب مش لدرجة مثلا يعني لو انت مثلا معتاد تتصل باخوك، تتصل باختك، تتصل مثلا بحد صديقك، ومعتاد مثلا ان انت ايه بتحب ابنه او بتعامله كويس، فتلاقيه بيسأل هو ما سألش عليا، طب ما قالش انا مش عارف ايه، وتلاقيه المرة اللي بعدها مقابلك زعلان شوية واخد على خاطره مثلا، وممكن الكلام ده يكون من اسبوع او 10 ايام، طب في ايه؟ لا اصل انت لما كلمته بابا انت ما سألتش عليا. وزي ما قلنا يعني شوفوا ده في حد ذاته ازاي بيوصل له رسائل مهمة، ان انت بتقدره وتحترمه. طيب سلام عليكم، ممكن تديني مثلا حمود يسلم عليه، طب ممكن تديني مثلا معز اكلمه، ممكن تديني فاطمة اطمن عليها. يعني ده في حد ذاته بيشعره ان هو حد ايه يعني ليه قدر ومطلوب. وهو بما ان عنده زي ما قلنا بقى سذاجة في التفسيرات، او تفسيرات سذاجة نوعا ما بريئة، خلينا نقول بريئة يعني ماشي، وزي ما قلنا ان عنده فراغ يعني هو المفروض هو دلوقتي ده جزء من تكوينه، هو حابب جدا العلاقات الاجتماعية ويكلم ده ويضحك مع ده ويفرح بده وينبسط ان ده زار وده زار وهو زار ده وسأل على ده وده سأل عليه، ومبسوط جدا بكده يعني. هذه العلاقات الاجتماعية حاجة مهمة جدا بالنسبة له، وبناء عليه ممكن تلاقيه هو مثلا زعلان، يقابلك مثلا بعد اسبوع 10 ايام، انا زعلان منك يا خاله، انا زعلان منك يا عمه، ليه؟ او ما يقولش، حتى تلاقيه مثلا منقبض كده مش منبسط كالعادة، ايه الحكاية اصلا، انت ما سألتش عليا المرة اللي فاتت، انت كلمت بابا وما سألتش عليا، انت كلمت ماما وما سألتش عليا، ما طمنتيش عليا. فنشوف ازاي هو لا يعني الكلام ده انه هيبقى قاعد مركز، ده كلمني ما كلمنيش، سأل عليا ما سألش، قاعد معايا ما قعدش، قال ما قالش، يعني اداني ما اداش. لا ده برضه لازم امور تراعى مع فكرة براءة التفسيرات او سذاجة التفسيرات عندهم بتاع التصرفات، مع كمان زي ما قلنا دلوقتي الفراغ الحاضر عندهم، وخصوصا فيما يتعلق بان هم عندهم مساحه من التفكير في الامور الاجتماعيه، مع بقى كمان مساله هم حبهم للمبالغات لو صح التعبير. انا ما اقصدش بالمبالغات يعني الكذب او الخداع يعني، لا هم بيحبوا اللون من البهرج يعني. مثلا هو ما يحبش ان انت مثلا تقابله ازيك يا محمد حبيبي عامل ايه ازيك مش عارف كذا اخبارك مش عارف ايه، لا بس يعني هو يحب ان انت يعني تظهر تبالغ في اظهار مشاعرك يعني. لان هو الطفل نفسه تلاقيه مثلا طب هو مقابلك من بعيد، طب ما يكفي ان هو يسلم، لا تلاقيه مقابلك من بعيد عمه يجري عليك وبتاع ويحضنك فهو بطبيعة الحال الطفل كمان يحب هذا النوع من المبالغات. الحاجات دي بتخلينا ناخد في بالنا ان مسألة الملاعبة نفسها والممازحة انها لا بتوصل رسائل مهمة مهمة مهمة، بتديله بقى على مستوى التفسيرات البريئة دي لا انه لا ده حد بيحبني ومحتفي بيا وكلام من ده ويحترمني وبيقدرني وكذا 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 وليه خاطر عنده القصة دي. وبما ان زي ما قلنا عنده فراغ اجتماعي انت بتكونش دون توقعاته او بتخيب ظنه او رجاءه، وكمان بقى حبه نفسه للمبالغه دي ذاتها والاحتفاء الزائد انت لما بتظهره خلاص كده. ولذلك انا كنت بقول من الضروري جدا في العمليه التعليميه ان المعلم او المعلمه الاب حتى والام لما يمارسوا عمليه تعليميه يراعوا المساله دي،
لان دي ابتداء كده كما لو كان يعني انا في رايي ان ده عنصر اساسي في التهيئه الطفل لعمليه التعلم، عنصر اساسي ان احنا نظهر احتفائنا بيه وحبنا ليه وحرصنا عليه وحسن استقبالنا ليه، احنا كاننا كده فتحنا قلبه خلاص. فاللي جاي ان شاء الله هو مش يعني بصوا الاطفال برضو يعني في طبيعتهم لازم ندرك المساله دي، يعني فكره ان ده عيل وما عندوش شهامه لا لا لا، الطفل اصلا خلق نبيلا خلق شهما، هو شهم يعني خلق فيه النبل وفيه الشهامه دي، خلق فيه النبل ان هو ما يحبش حد يعلق عليه امل ويكون دون اماله. يعني حتى لما كنا بنقول مثلا بالمصري لو انت مثلا ابنك بتعامله كويس مش هتقول له حبيبي ما تاثرش رقبتي يعني تمام، ما تخيبش رجائي فيك ما تخيبش ظني فيك، زي ما يقول حتى نفس لما يقول الصحابه فلا تسودوا وجهي تمام. يعني كان حتى الامام السندي بيقول في 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 تعليق على سنن ابن ماجه ان يعني ان ترتكب من المعاصي وغيرها، يعني بيشرح الامر ان انتم ترتكبوا من المعاصي اللي يخليكم لا تصلحوا لانه يفتخر بامثالكم. يعني فالفكره كلها هو الطفل لا في الشهامه دي وفي النبل ده، وانت ده مفتاح مهم جدا لو انت نجحت ان انت تفتح قلبه بالشكل ده وتضع فيه تلك الثقه، هو مش هيخيب ظنك فيه، هيكون نبيل ويكون شهم وهيكون على قدر المسؤوليه، وهنرى فيه من التضحيه والفداء والبذل مش هقول بقى الاصل، لا ما يفوق الاصل الى الفضل، مش هياتي بالاصل بس لا ده يتجاوز الاصل الى الفضل، يبقى بذله مش بذل على مستوى الاصل، لا ده بذل على مستوى الفضل، يبذل الفضل ويبهرنا الحقيقه ببذله وبمروءته وبنبله لو احنا فعلا استثرنا فيه الكلام ده. والكلام اللي بقوله ده يا جماعه يعني برضه هو مش من عندي، يعني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لو تذكروا مثلا لما كان يقول لسيدنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عليهما يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني الله ده انت وانت وانت، بس يا سلام بقى لو تقوم من الليل ده انت تبقى حاجه عظيمه جدا. بل يمكن ختمنا بالجزء ده الحلقه اللي فاتت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو كانه بيرسل رسائل ضمنيه لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا اسامه بن زيد وسيدنا عبد الله بن جعفر وغيره من الاطفال اللي كانوا حواليه سيدنا انس، النبي بيرسل لهم الرسائل ضمنيه لما يتمنى ان يكونوا عليه، لما يحب ان يكونوا فيه. لازم ناخد بالنا من المساله دي يا جماعه، برضو مساله في صناعه طموح الطفل، في صناعه الطموح بتاعه، في 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 توجيهه، في حسن توجيهه الى ما ينبغي ان يتخلق به في رفع همته وفي اشعال عزيمته. احنا محتاجين هذه الرسائل الضمنيه، الثناء عليه بالاشياء الجميله اللي فيه او بما نتمناه له وشايفين انه قادر عليه، ده في حد ذاته كاننا بنرسم له طريقه وبنصنع له رؤيته. المهم فاللي اقصده الملاعبه والممازحه والمضاحكه دي بتوصل رسائل عظيمة للطفل في هذا الباب، وضرورية. وانا بقول النهاردة انا ما يضرني، ايه اللي يضرني ان انا مثلا احسن استقبال الطالب اللي جاي يتعلم عندي، اهلا وسهلا فلان حبيبي نورت وحشتني اخبارك ايه مش عارف كذا، خلاص انت كده هذا التصرف انت فتحت بيه قلبه خلاص معاك بقية الحلقة. ما شاء الله ان النهاردة بقى حاسس ان انت هتبقى رائع النهاردة، ما شاء الله انت ان شاء الله شكلك النهاردة كده هتبقى متميز زي كل مرة. يعني انت بتعمل ايه؟ انت خلاص معلش حاجات يسيرة، بس هي دي بقى المهارات، هي دي بقى مهارات التواصل، هي دي اصول التعامل، هي دي قواعد التفاعل مع الولاد، هي الموضوع كده. يعني انت هو هي مش يعني العملية التعليمية، انا دايما اقول ان يعني لو تذكروا اكدنا على المسألة دي، ان مش المعلم الجيد هو اللي بينجح في نقل المحتوى منه الى المتعلم، لا لا، المعلم الجيد هو اللي بيحسن إدارة المتعلم، إدارة المتعلم يحسن إدارته وجدانيا نفسيا، ويحسن إدارته فكريا عقليا، يحسن إدارة المتعلم إن إزاي يحسن إدارته فينجح في أن يستخرج من ذاك المتعلم يعني أفضل ما فيه، وينجح في أن يحميه مما يؤذيه ويرضيه.
فدي مسألة مهمة. مش المعلم هو مجرد واحد بيقول كلامه خلاص، ولا بيوصل محتوى، ولا بيكب شوية معلومات بيعمل عملية نقل من المعرفة منه لغيره خلاص. لا، يعني العملية التعليمية بتحتاج إدارة، والإدارة بصورة أساسية إدارة للمتعلم ده ذاته، إدارة وجدانية ونفسية، وإدارة فكرية وعقلية، إدارة سلوكية. نحتاج نديره، إزاي نديره فعلا ونمتلك ناصيته، ونمسك بمفاتيح قلبه، ونمسك بزمام وجدانه، إن أنا إزاي أقدر أفرحه هنا وأخلي بالي من هنا يعني. فلذلك دي حاجات مفاتيح يسيرة، هي لا هتفرق جدا في العمليات التعليمية. وبعدين برضو الحاجات دي ذاتها يا جماعة، التواصل والاحتكاك ده بيزيد مساحة القرب، وكل ما بتزيد مساحة القرب بتزيد مساحة الوداد والحب. ودايما كنا بنقول احنا ما ندلفش لعملية التكليف قبل ما يحصل التعريف والتأليف، لا ندلف للتكليف قبل ان يحصل التعريف والتأليف. فمن الضروري التأليف، ان تحصل هذه الألفة بين المعلم والمتعلم، ان يحصل تعارف ما بينهم، وهذا التعارف يتطور، ويتطور بعد التعارف ده يحصل تآلف. ماشي، ربنا قال إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنا خلقناكم من ذكر يا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دي مرحلة التعارف اللي بين الناس كلها مستوى. وبعدين بقى لا، في تاني بقى التآلف اللي هو ايه، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. دي مرحلة التآلف، وبعد التعارف يأتي التآلف. فده ضروري يحصل. لما بتحصل الألفة، هذا اللون من الألفة بييسر عملية، أو هذا اللون من التأليف ييسر عملية التكليف. ولذلك دي الملاعبة دي ذاتها، والممازحة والمضاحكة، لا بتزيد القرب، ولما يزداد القرب يزداد الحب. ولذلك احنا كنا بنقول ان النهاردة اللحظات اللي انت بتلاعب فيها الاطفال دي هي بتقربك منهم وبتقربهم منك بشكل كبير، ولذلك بيتيسر عليك الخطوات التالية. احنا حتى احنا بالنسبة لنا بتجد مثلا ان احنا صغار اصحابنا اللي بنلعب معاهم وبنروح وبنيجي ونشاركهم بيبقوا اقرب من غيرهم، يعني بشكل طبيعي. فالمهم يعني، وخصوصا انت لما تشاركه نشاط هو محور اهتمامه، يعني دي مساله مهمه. واحنا قلنا ان هو اصل حاضر جدا جدا جدا، واحد من اصول الاصول، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي اهتماماتهم وبيسير في فلك حاجاتهم وتطلعاتهم. ده اصلا مهم جدا، بيراعي اهتماماتهم. يعني هو انت بتشاركني فين؟ تشاركني في 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 فلك اهتمامي، في محيط تطلعاتي، في محور حاجاتي. مش تروح تشاركني في حاجه اصلا هي ما تهمنيش ولا تشغلني اصلا، يعني بصوره اساسيه. فلذلك برضو يعني حتى لما يكون في ملاعبه او مزاحه او مضاحكه، من الضروري انها تكون تناسب الطفل. يعني مش هاجي اقول له بقى تعال نلعب مع بعض السيوف، نلعب مع بعض مش عارف ايه. لابد ان هذا اللون من الملاعبه يكون مناسب للطفل اصلا، يعني يكون مناسب لي. ولذلك برضو النزول مستوى دي حاجه مهمه جدا، واصل ده يعني ده واحد من اصول الاصول، زي ما اكدنا يعني وضفنا في الحلقه اللي فاتت ان احنا لازم نجمع الحاجات دي من اصول الاصول. ان انت التعامل بتاع حضرتك معاه لابد انه يكون هو في محيط اهتماماته، في محور حاجاته، في محيط تطلعاته، او في فلك تطلعاته. ده ضروري انه يكون في الاطار ده. ولذلك انت يحتاج تنزل لمستواه عشان خاطر تتعامل بتعاملي وتفكر بطريقتي. ولذلك بقى نشوف هنا بقى بأمي صلى الله عليه وسلم، كان عندنا موقف رائع المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت مع سيدنا الحسين. سيدنا ابو هريره بيحكي لنا موقف تاني في منتهى الروعه. الموقف ده عشان خاطر بس هو يعني مش مشهور في الكتب، هو رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني وحسنه الشيخ الأرناؤوط، وهو في سلسلة صحيحة. سيدنا أبو هريرة بيحكي لنا، بيقول لنا إيه؟ قلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين. الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل كده؟ معقولة؟ يعني إيه بقى يدلع لسانه دي؟ بيقول في النهاية في غريب الحديث والأثر
ابن الأثير يقول إيه؟ يقول يخرجه حتى ترى حمرته، حتى ترى حمرته فيهش الصبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لسانه حتى ترى حمرته، كلون من الملاعبة والمضاحكة. لمين؟ للحسين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش، يهش يعني يفرح ويرتاح ويخف يعني، فيهش إليه. يا أبي أنت أمي يا رسول الله، لا يستنكف أن يفعل ذلك. ولذلك سبحان الله كل حاجة في موضعها ما تستغربش. يعني هي الأزمة كلها أن الإنسان لا يضع الشيء في موضعه. يعني هذا التصرف مثلا احنا نقول مثلا في التعامل مع كبار، لا نجد النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعامل مع كبار السن او كذا وكذا وكذا، لا يعني ارقى واسمى اكمل واجمل وافضل ونوع من التعامل. لما يجي يتعامل مع الصبي يتعامل اروع واجمل وافضل نوع من التعامل مع الصبي. لذلك دي لازم تفهم، ان انا ما ينبغيش ان لما اجي في التعامل مع الصبي استصحب النفسية بتاعت الكبار، التصورات بتاعت الكبار، اللي هو لا ان انا الكبير ده مثلا لما اقول له على حاجة وما يعملهاش يبقى هو مطنشني ولا مكبر دماغه ولا مش عارف ما بيحترمنيش لما كررها. انما الطفل لا، مش لازم يكون كده، ممكن يكون نسيه. الطفل ممكن يعني دي امور لابد ايه ان ينتبه ليها في تصرفات يقوم بها الصغار. لو احنا فسرناها بنفسية الكبار لا هنتعامل معهم تعامل تاني خالص. ولذلك التصرفات دي نفسها لابد انها ترى او ينظر اليها في محيطها الذي هي فيه، في المحيط ده. في المحيط ده هي مش تصرفات غريبة، بالعكس هو ده عين الكمال، ان يصدر مثل هذا التصرف في هذا الموقف. مهم في النبي صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين فيرى الصبي حمرة لسانه صلى الله عليه وسلم فيهش إليه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هو ده هيفرح الايه الصبي ويرتاح له ويخف ويحس ان هو ايه، تحس ان حد قريب منك. يعني انت مثلا لما تقعد مثلا انت صغير مش عارف ايه وتخرج له مثلا لسانك كده كنوع من الايه من المداعبة وتلعب معاه شوية كده، وبيفرح يعني بيحس ان انت ايه حد مهتم بيه وبيفرح بيه وبيترفق بيه وبيراعي طفولته وبيحاول ينزل لمستواه، بيفرح جدا بكده. فكذلك فعل صلى الله عليه وسلم. ونؤكد دائما على كلام سفيان بن عيينة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. شوفوا بقى إيه اللي حصل. فقال له عيينة بن حصن، لو تذكروا كان مر علينا الموقف بتاع عيينة بن حصن، لكن سبحان الله الرواية دي بتاعت سيدنا أبو هريرة، يعني دي بقى إضافة مهمة، إن لو تذكروا في مسألة من لا يرحم لا يرحم وما يملك أن يزعل الله رحمة من قلبك وغيرها، كنا احنا ذكرناها كده، لكن بقى أخرنا الحتة دي لأن ده مكانها. إن سيدنا أبو هريرة بيقول إن كان حاضر الموقف ده وشايفه عيينة بن حصن، وده رجل مهيب في قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يستنكف، يعني الكلام ده كان مش بينه وبين الصبي، ما يستنكف ان يفعل ذلك امام الناس، وما يعتبر ان ده شيء يشين، بالعكس هذا عين الكمال، عين الكمال. ولذلك يا جماعة عين الكمال ان يوضع كل شيء في موضعه. عين الكمال ان انا اكون في، يعني سبحان الله اللي بينه عليه احيانا كأنه جمع بين المتناقضات، كأنه جمع بين المتناقضات. في وصف، يعني في وصف ناس ربنا قال عنهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله أكبر. يعني شوفوا ربنا بيقول عليهم إيه، إن هو يحبهم وهم يحبونه، يعني مقام من أعلى المقامات. طيب ما لهم بقى؟ ربنا يخبر أنهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. سبحان الله، يعني مع المؤمنين في الخضوع وفي اللين، مش المهانة، ها في الخضوع وفي اللين
وفيه المطاوعه، تمام، وفيه المسامحه مع المؤمنين، اذله على المؤمنين، كالجمل الذلول، كالارض الطريق الذلول اللي هو ايه، سهل، هين، لين، متسامح، متغاضي. لكن بقى مع الكافرين أعزة، شوفوا كأنهم جمعوا بين المتناقضات لو صح التعبير، حاجة وعكسها، هنا أذلة عنه هنا أعزة على الكافرين. بنشوف سبحان الله الصحابة في تواضعهم وانكسارهم وإخبتهم، ولقوا في مقام تاني تلك مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. لا، الأمر هنا اختلف. فقدرة الإنسان على إنه هو يتعامل بالتعامل المناسب في وقته، ده عين الكمال، ده عين الكمال. ولذلك للأسف الشديد في ناس ما بتعرفش تفصل، فتلاقي مثلا تلك الايه، الحشمة والهيبة والشدة والحزم والغلظة أحيانا اللي بيتعامل بها في عمله أو في خارج البيت، لما يدخل البيت ما يستطيع إنه يتعامل بتعامل بقى العكس، بقى ان هو بقى مختلف، ان هو مثلا يكون في خارج بيته مخدوما، يجي المفروض بيته يكون خادم، يعني يخدم اهله، يكون يعني في عون، يكون في بيته مختلف. العكس بقى، نجد مثلا واحد لا في بيته كده ويطلع بره برضه هو كده، نجد مع ده غير مع الكبار زي مع الصغار، نفس النفسيه في التعامل هي هي. بالعكس بعض الناس بقى، يعني احنا بنقول، بصوا يا جماعه انا بس حابب اكد على المساله دي، احنا كلنا كلنا فينا بقايا طفولة، بقايا طفولة. يعني ايه؟ يعني احنا كلنا لما ولدنا او خلقنا اطفال، بصفات الاطفال، بما في هؤلاء الاطفال، زي ما قلنا كده مثلا، من سذاجة في التفسيرات او براءة في التفسيرات مثلا، من رفع سقف التوقعات، من النظرة المثالية شوية للامور، من حسن الظن الزائد احيانا. يعني فالطفولة دي فيها حاجات جميلة، وفيها حاجات لو زادت عن حدها بتنقلب لضدها ومحتاجة تهذب او تضبط. يعني فاحنا مثلا جزء من تكويننا كاطفال ان احنا يكون في لون من حب الاستئثار، يعني شوية زائد عن الايثار، احيانا يبقى في لون من الانانية. ده جزء من التكوين عشان الطفل يتعلم يحافظ على حاجته، جزء مرحلة بيمر بيها، ولو أحسن تزكية الطفل خلاص بيتجاوزها وياخد الشيء الحسن اللي فيها ويتركه القبيح. لكن كتير من الناس لما ما بتوفر لهمش بيئة تزكوية مناسبة، بتبقى معاه كتير من بقايا صفات الأطفال الغير محمودة. يعني احنا عندنا في طب الأطفال بنقول ان في حاجة اسمها الرفلكسات، افعال منعكسة. ان مثلا زي احنا الطفل مثلا في اول 4 شهور او 6 شهور، لو سمع صوت عالي اتخض كده، لو سحبنا مثلا من تحته الحاجة اللي هو يعني يرقد عليها يتخض. فهذا اللون من الافعال المنعكسة. افعال منعكسة لما تحط ايدك مثلا عند في ايده يضمها صعب. الافعال المنعكسه احنا بنقيس بيها سلامه الجهاز العصبي في المرحله دي. يعني لو مش موجوده نقلق جدا جدا، لو موجوده بشكل مبالغ فيه او زائد نقلق جدا. المشكله بقى ان مثلا لما يكون عندي طفل عنده 2 سنين والحاجات دي لا زالت موجوده، بنقلق جدا ونقول ان ده عنده مشكله في الجهاز العصبي بتاعه. انا بس يعني المساله دي بوضح بيها ان احنا عندنا حاجات طبيعية لها مقاصد وكانت مهمة في تكويننا في مرحلة بنائنا في الصغر، لكن للأسف الشديد استمرار تلك الأشياء في الكبر بيبقى أشياء في غير موضعها. فواحد يفضل مستصحب لسذاجة التفسيرات للتصرفات حتى بعد ما يكبر، فيفسر الامور بشكل ساذج بزياده، يبقى عنده هايبر سنسيتيفيتي، او يبقى عنده حساسيه زائده، يعني حساس بزياده، يبقى عنده سايكولوجيكال فراجيليتي، يبقى عنده هشاشه نفسيه كبيره. يعني فاغلبنا فينا بقايا طفوله، بقايا طفوله على المستوى المحمود، الحاجات الجميله اللي كانت في الطفوله،
وبقايا الطفوله على المستوى المذموم. يعني ايه المذموم؟ ان الحاجات دي في غير موعدها الان فاصبحت مذمومه. يعني ممكن هي كانت مقبوله في الطفوله، تاني كانت مقبوله في فتره الايه؟ الطفوله، لكن بعد فتره الطفوله صارت مرذوله. كانت مقبوله في فتره الطفوله لكن بعد فتره الطفوله صارت مرذوله، ما اصبحتش مقبوله، ما دلوقتي بقت مذمومه، مش هي دي بقى اللي. فتلك البقايا، بقايا الطفوله لما جت في غير موضعها بقت مشكله كبيره. جميل ان يبقى في حسن ظن، بس مش حسن ظن حتى السذاجه، ان يستغفل المرء وان 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 وان. جميل ان يبقى فيه في مرحله الطفوله دي ان الطفل يبقى عنده شخصيه وفيه لون من التصميم، احيانا احنا بنقول عليه عناد، كلون من بناء شخصياته، انه يكون صاحب قرارات. جميل ان ده يكون موجود في تكوينه في المرحله دي، بس المشكله بقى لما يفضل معاه ويكبر يبقى عنيد جدا وصلب بشكل كبير. جميل ان هو يكون اجتماعي ومحب للناس ومهتم ان هو يرضيهم وما يزعلهمش وبريء في التعامل معاهم، بس لما يفضل يكبر ويبقى يكاد يكون عنده اله اسمه الناس، مركز جدا، ما يبقاش اله ورب الناس، يبقى اله الناس، مركز جدا مع الناس، والناس هيقولوا ايه عليا وهيعملوا ايه فيا ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانا لا، ويلبس عشان الناس ويعمل عشان الناس ويودع عشان الناس ويشتغل عشان الناس ويتعذب عشان الناس عشان يفضل شكله كويس قدام الناس او الناس تقول عليه كلام كويس. لا، ده مشكله. فاحنا اغلبنا عندنا بقايا طفوله، بقايا طفوله. المشكله بقايا الطفوله دي انها اشياء في غير موعدها، في غير مكانها، فللاسف رغم انها كانت في الطفوله مقبوله اصبحت الان مرذوله غير مقبوله. ولذلك انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول بابي وامي صلى الله عليه وسلم، من الحاجات الجميله بل عين الكمال ان كل حاجه تيجي في موضعها، وعين الكمال ان الانسان يجمع بين اشياء تكاد تكون من المتناقضات، يعني الهيبه والرزانه والحزم، وفي نفس الوقت نجد مع الاطفال رفيق يلاعبهم وضاحكهم الجمال. يا جماعه باختصار انا كنت دايما اقول مين اللي هينجح في التعامل مع الطفل؟ اللي هينجح ان يستدعي الطفل الذي في داخله. تاني، امتى انا انجح في التعامل مع الطفل ده؟ لما انا استدعي الطفل الذي في داخلي، ذاك الطفل القابع في داخلي. ان كل واحد فينا يقبع في داخله طفل، في طفل يقبح في داخلك. بالعكس، احنا كتير مننا معذب وتعبان في حياته لما كبر، لما ما بيستدعيش الطفل ده، ما بيستدعيش الطفل البريء ده، الطفل اللي بيحسن الظن، الطفل المتفائل المقبل على الحياة، الطفل اللي ما بيحملش هم، الطفل اللي بيحسن التوكل على الله ويحسن الظن بالله سبحانه وبحمده، المتسامح جدا، المحب جدا للي حواليه وللمجتمع اللي هو عايش فيه، اللي ما عندوش احقاد واضغان وصناديق سودة. يعني بنتعب لما بنستدعيش الطفل ده. ولذلك اللحظات الجميلة اللي احنا بنعيشها لما بنكبر هي اللحظات اللي بنستدعي فيها الطفل اللي جوانا، نستدعي صفات الطفل. ولذلك اللي هينجح جدا في التعامل مع الطفل اللي هيستدعي الطفل ده. هترجع كده بالذاكرة لورا بقى، لو انت عندك 30 سنة ترجع لك ورا كده حوالي 25 سنة تستدعي السن اللي انت كنت فيه زيه. يعني هو ترجع بقى تستدعي الطفولة دي وتتعامل معاه كما لو كنت الفرق، بس فرق احجام، فرق اجسام، تمام؟ انما بقى مش فرق افهام ولا خلاص، هو فرق اجسام او فرق احجام، انما مش فرق افهام. يعني خلاص بقى ما تقولش لا، ده انت تتعامل معاه كما لو كنت انت في نفس مستواه من الادراك وخبراتك، خبراته كل حاجه. فاللي هينجح انه يستدعي الطفل ده هيقدر يتعامل مع الطفل بشكل هايل وبشكل كويس جدا. ولذلك ازاي فعلا ان انت يكون انسان تستدعي الشخص الحازم المهاب الذي ينبغي ان يكون في مواطن اعزه على الكافرين، وتستدعي في نفس الوقت الشخص الهين اللين السهل اللي بداخلك في مواطن، فكل شيء يوضع في ايه؟ في موضعه. هي دي القضيه. فبيبقى امي صلى الله عليه وسلم، نشوف ازاي هو النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عين الكمال، انه ان يعطي كل ذي حق حقه، يعطي كل ذي حق حقه، يعني حق الزوجه في التعامل كذا، حق الوالد في التعامل كذا، حق الطفل في التعامل كذا، حق المعلم في التعامل كذا.
يعطي كل ذي حق حقه. هي دي قضية مهمة، أن يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له. يعني أنا النهاردة كأب أحب أن ابني يأتيني إيه؟ يأتيني الاحترام، وأن هو يسمع الكلام، وأن هو يهتم بمصالحه، وأن هو طب هو بقى يحب أن أنا يأتيه مني إيه؟ يأتيه مني بقى الرحمة والحنان والترفق والإحسان، هو يحب أن يأتي مني كده. فلذلك وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له. أنا زوجتي أحب يأتيني منها إيه؟ طيب هي بقى تحب يأتيها مني إيه؟ المفروض أن أتعامل معها بما تحب أن يأتيها مني. يعني دي لو الإنسان عاش على هذه المبادئ الكبرى، على أصول الأصول، لا 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 خلاص ما يقلقش بقى من التفاصيل، إن شاء الله سيكون إلى خير. طيب فبنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم في عوينة بن حصن في الموطن ده وفي المقام ده، يعني اللي زي يعني عوينة بن حصن وغيره هو في مشكلة، مشكلة ان هو مش قادر يفصل، يعني ما قدرش يعيش الحالة دي والحالة دي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ده برضو مشكلة تانية، مشكلة تانية يا جماعة، ان احنا بعضنا يعني يا ليته يكتفي بانه مقصر، لا ده ما بيسكتش على الخلاف اللي هو عليه. فنجد مثلا بعض الناس عندهم من الغلظة يعني الفظاظة اللي هو ممكن يصفوه بانه حزم وهيبة وحشمة، تمام؟ طيب المفروض ان ده مثلا في تعامله مع زوجه، في تعامله مع والده، في تعامله مع والدته، في تعامله مع ابنائه، ما يكونش كده. يعني ما يعني في تعامله حتى مع الناس ما يكونش كده. لكن للاسف الشديد هو دايما يحاول طبعا تشرعنه الكلام ده بانه يصفه باوصاف كده، ايه ان ده كذا ومن 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 ومن. المشكله بقى كمان ان هو يرى نفسه الميزان، ويرى من هو على غير ما هو عليه يراه مقصرا. ومشكلته كمان انه لا يسكت وانما ينكر عليه. يعني شوف سبحان الله، شوف المصيبه وينكر عليه. هذه ثالثه الاثافي، يعني ان هو مش بس هو مقصر بالفظاظه ولا بيشرع لنفسه ما هو عليه من الفظاظه، لا ده هو كمان ايه، ده هو يعني للاسف الشديد ثالثه الاثافي، ان هو اصلا كمان ينكر على غيره. سبحان الله، رغم ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو فبما رحمة من الله لنت لهم. ولذلك لين الإنسان لغيره في مكانه، هذه رحمة من الله، هذه علامة أنه من المرحومين ومن أكرمهم الله سبحانه بحمده بالرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا الله. ولذلك سبحان الله اللي ذاك الفظ الغليظ اللي بيتكلم في الكلام ده كله عذرا، يعني انت مهما كنت، مهما بلغ كمالك، عمرك ما هتكون اكمل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان. ورغم ذلك يقول له الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني يتعامل معهم بالإيه؟ بالفضل لا بالعدل، خلاص يتجاوز عنهم. هذه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. ولذلك يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعز عليه جدا ويشق عليه جدا تقعوا في العنت او المشقه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني دي لما استشعرها مهمه جدا، حاجه مهمه. فهو للاسف الشديد نرى بقى حتى اللي بيقع في، يا ريت الناس تنتبه ان احنا مش الميزان، احنا مش الميزان. يعني احنا الميزان هو يعني سيد ولدي آدم محمد صلى الله عليه وسلم، والميزان إنما أنا وإنت مش الميزان في النهاية. فأنا ما نعتبرش نفسي الميزان، كل ما الشخص مثلا يقرب مننا يبقى كويس، يبعد عننا يبقى مش كويس، لا. سواء بقى لينا ولا فظاظة، يعني إحنا مش الميزان في النهاية. مهم، فعوينة بن حصن لما شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده قال إيه؟ قال ألا أرى تصنع هذا بهذا؟
استغرب، والله لا يكون لي الابن قد خرج وجهه وما قبلته قط. خلاص كبر بقى ويعني خلاص خرج وجهه، خد شكله بقى ووضعه وملامحه، وما قبلته قط. نشوفه يعني هو هنا بيتكلم في ايه يعني. ولذلك سبحان الله هنشوف بقى النبي رده عليه، رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يقول له من لا يرحم لا يرحم. ولذلك قلنا بقى شوفوا اصل الاصول، ان كمان انا انوي بالملاعبة والممازحة والمضاحكة للطفل الرحمة به، ارحمه من ان انا اكسر خطره، اؤذي مشاعره، اكون دون سقف توقعاته، اخيب رجاءاته، يعني دي انا نفسي ارحمه من ذلك. لذلك استحضار فكرة ان حتى ده تعبد، يا الله تعبد، تعبد، استحضار فكرة تعبد، تعبد لله، هذه الرحمة بذاك الصغير هو تعبد لله، انا انوي به التعبد، مفيش مشكلة، ويكون ان شاء الله يعني انوي فيه استجلاب رحمة الله سبحانه وبحمده، معراجنا للرحمة، هذه رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان هذه الملاعبة للصغير. ولذلك لازم تحضر في، يا جماعة ده ميدان عبودية، مش عايزين ننساه، انا عايز الموضوع ينتقل من كونه شوية اصول وشوية قواعد وشوية مهارات على مستوى التواصل او التعامل او التفاعل، لا لا لا، لانها تبقى عبوديات، عبوديات تاخد ابعاد العبودية، ونبقى ميدان تعبد، كما الصلاة محراب، زي محراب النسك والصلاة، في محراب هنا متعلق بالتعامل مع الناس في الحياة، وده مهم جدا، ومش حاجة هينة. ان الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله، فليست مسألة هينة يعني. فهذه الاشياء ما مستهان بها. فازاي شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقل الموضوع لايه؟ لا، ده مش موضوع بقى تعامل، ده مش موضوع تواصل، ده مش موضوع تفاعل، لا لا، الموضوع ابعد من كده. موضوع ان احنا الكلام ده ننتوي به، ان احنا نرحم هذا الصغير، ندخله السرور على قلبه. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، حب الاعمال الى الله، فهذا السرور الذي ندخله على قلبه هذا الانسان، هذا من احب الاعمال الى الله، بعبودية. اصبحت انت كده بتمارس عبودية، اصبحت انت كمان ده معراج لنيل رحمة الله سبحانه وبحمده، بقى انت بتفكر بكده، ان ده معراج لنيل رحمة الله سبحانه وبحمده. فلذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، شفتوا نقل ميدان التصور لفين بالضبط. ولذلك هنا من الحاجات المهمة والجميلة ان احنا لا ما نستنكفش اي صورة من صور الملاعبة للطفل، طالما هي تسره وما يكونش فيها امتهان ولا يكون فيها اهانة، ولا طالما هي شيء مألوف في العرف وفي الواقع، وان احنا ننتوي بذلك، ان ده رحمة بالصبي، انه ممكن يكون حزين فندخل على قلبه السرور، ممكن يكون مهموم ومغموم فنذهب همه ونجلي عنه حزنه، نفرحه بهذه الاشياء، والطفل بريء، هذه الاشياء تنسيه ما هو فيه من الهموم والغموم والاحزان. الحقيقة المسألة دي في غاية الأهمية، ولازلنا في كنف هذه المواقف العظيمة الرائعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ملاعبة الأطفال ومضاحكتهم وممازحتهم، وإن شاء الله لا يزال الحديث متصل عن هذه النقطة الضرورية في الحلقات القادمة، إن قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رحمن يا رحمن ساعدني.